كنا بنقول انواع الذكر. احسنت يا فندم. في انواع ذكر بالنسبه لي انا كذاكر لله، وفي انواع ذكر بالنسبه للذكر نفسه. طب انواع ذكر بالنسبه لي انا كذاكر لله عز وجل: ذكر باللسان، وذكر بالقلب، وذكر باللسان والقلب، وذكر بالحال. بالحال؟ أربعة أنواع. كم دول يا فندم؟ باللسان. أيوة. والقلب. والاثنين مع بعض. والقلب. أيوة. والحال. ما شاء الله حفظتي. أيوة كده، الله ينور. ذكر باللسان واضحة. إنه ولذلك هو، وأنا لو ذكرت ربنا بلساني بس ليه أجر؟ طبعًا. مش سيدنا النبي لما جه واحد بيقول له يا رسول الله أوصني، قال له لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله. ما هو خلي بال حضرتك، أصل الذكر محتاج وقت عشان يحصل نوع من البرمجة. ونصيحة، اعمل لنفسك جلسة خلوة إن شاء الله 10 دقايق كل يوم تقريبا. أنت تقصد إن الموضوع بيبقى درجات، يعني البني آدم اللي لسه بيتعود على إنه يكون ليه ورد يومي مثلا، أو بيقول حاجة يعني عايز يتعود عليها كل يوم، بيقولها الأول بلسانه، طول ما هو مواظب عليها تبدأ أيوة جوارحه تشتغل ويحس أكتر. الله ينور على سعادتك، والله أنت ربنا فتح عليك النهار. والله دي حقيقة، والله صدقتي، الله ينور عليك، الله ينور عليك، هي كده. والمتعة الحقيقية أيوة في اللحظات دي. أحسنت. اللي هي الجوارح والقلب حس والعقل اشتغل، فبدأت يبقى جواك احساس بانه استغفارك يا رب، ويبقى في حاله من الندم والتوبه. أيوة الحقيقيه. ايوه كده، وبدا بقى يوصل الى درجه الذكر الخفي استعدادا لوصوله للذكر الحقيقي. الله ينور عليك. يلا نذكر ربنا بجد بقى، لك اجر وثواب ان شاء الله، لسانك بس اللي بيقول عشان برضه يبقى الدنيا واضحه. هتوصل. بالظبط، الله ينور عليك، بس اشتغل، خد من التمرين على الذكر اللساني وصولا الى الذكر القلبي، وصولا الى العقلي، وصلت الى المنظومه الثلاثيه، وصلت الى الذكر الحقيقي. الله ينور عليك، هي محتاجه وقت. تمام، فانا انصح ان كل واحد فينا يبقى له 10 دقائق. صحيح. يجي قافل كده، فاصل موبايل، قافل انترنت، اتفصل عن الدنيا. احسنتي، يقعد ال10 دقائق دول يقول الذكر اللي يمس قلبه. ده 10 دقايق من الاستجمام والسكينة والهدوء والطمأنينة وراحة النفس. الله يكبر خاطرك، أحسنتي. ومعظم حتى الأديان الأخرى عندهم ده، عندهم جلسة تأمل، جلسة كذا. احنا عندنا لا، خلوة، أخلو بنفسي، أخلو بنفسي، أخلو بربي، أشتكيله، أكلمه، أفضفضله، أذكره. والله يا فندم، من وجهة نظري أنا، ما في حد مبدع ولا يصل إلى أهدافه ولا يصل إلى القمة إلا من خلال الخلوة دي. صحيح. بتعمل يعني بتعمل برمجة، بتعمل فرمتة، بتعمل صحيح بشكل غير لا تتخيله. جرب وشوف العظمة. مش معناه أنا بجرب، لا أنا بجرب مع نفسي أنا جرب بيقين. أيوة بالظبط، إن الإحساس ده هيجيلك وما يسويهوش اي احساس تاني. احسنتي، بالراحه والسكينه. 10 دقائق، 10 دقائق في اليوم، ربع ساعه في اليوم، تلت ساعه في اليوم، بس بشرط افصل كل شيء. موبايلك يتفصل، ايباد يتفصل، ابعد عن الشغل 10 دقائق، ربع ساعه، في البيت، في الشركه، في المكتب، في المسجد، براحتك. تذكر فيها ليه؟ ما ساعات بيجي علينا وقت نبقى مش لاقيين حاجه نعملها. بالظبط، وقاعدين زهقانين، بس مين بيفكر بقى انه في الوقت ده يشغل نفسه زي ما فضيلة الشيخ بيقول بذكر ربنا سبحانه وتعالى والتقرب ليه؟ طب احنا مشغولين، عربيتك، خلوتك، حضرتك سايق عربيتك ومعكيش حد، افصل الموبايل، اقفل الازاز، اذكر ربنا. المشوار اللي همشيه من بيتي لشغلي خلوتي، اظبط شغلي على تسبيحي. لو الدنيا زحمه هسبح 1000، لو الدنيا مش زحمة هسبح 500 في طريق العودة، لو الطريق زحمة 1000 استغفار، طب لو الطريق مش زحمة 500 استغفار، وهكذا.